القضية تتعلق ب الوجود أو التواجد التركي الذي بدأ منذ أمس على حدودنا الغربية. في الأصل إحنا ضد الدخول في أي معارك تصرفنا عن حياتنا وعن خططنا وعن، لكن من المستحيل إن إحنا نتجاهل إنه في ناس، الراجل جاي من تركيا علشان يدخل على ليبيا علشان يقسم ليبيا علشان ياخد البترول علشان يبقى واقف على حدودنا، وراجل حتى مش معترف بجمهوريته، يعني النظام بيعتبرنا احنا انقلابيين. هنسيبه؟ لا، مش هنسيبه. واحنا بنقول مش عايزين نجاهر بشيء، احنا عايزين نقول للدولة المصرية منتبهة، ما انا واثق انها منتبهة وعندها خطط مختلفة متدرجة، نتمنى ان تنتهي عند الحد الادنى فيها، لكن احنا مع القوات المسلحة مع الدولة المصرية حتى اقصى احتمال في مواجهة العدوان اللي مش تأييد وخلاص. لا يا اخوانا، لانك انت بتدافع عن نفسك. ليبيا لو راحت، لو بقت تحت الاحتلال التركي، بقت تركيا التي تحتل جزء، وهتحتل كده هتحتل جزء من مصر، لانه انا بعتبر ليبيا جزء من مصر، والسودان جزء من مصر، وفلسطين جزء من مصر، كل الأمة العربية جزء من مصر. اوعى تفتكروا انه لما بنتكلم عن القضية الفلسطينية احنا بنتكلم عن قضية اجنبية، لا، دي قضية مصرية، الدفاع عن فلسطين قضية مصرية. اللي فاهم غير كده فاهم انها اسرع بعيد شوية وحوالي مش عارف ايه. لا، ده مدخلك من هنا. والدفاع عن ليبيا ايضا قضية مصرية للدرجة الاولى، لانه اي كارثة هتصل الى هذا الوطن العزيز، هذه الدولة العزيزة، كارثة بالنسبة لنا، احنا لن نقبلها ولا نتجاوز ولا. والذي استغرب الحقيقة هو التواطؤ العالمي على ما يجري، وانا مش عاجبني فكرة ان تركيا بتعمل الكلام ده وفيها استنكار وخلاص من بره، لا، دول متواطئين معاها. تركيا لا تجرؤ انها تجيب قوات وتنزلها على سوريا فتحتل الشمال السوري، وتنزلها على ليبيا عشان تحتل جزء من ليبيا، والعالم كله يقعد يتفرج، ده في الناتو، دي عضو في الناتو. اذن القضية خطيرة جدا. مش عايزين نتكلم بخطاب، انا ماليش دعوة بخطاب الرسمي للدولة المصرية. الخطاب الرسمي دي المسؤولين عنه مسؤولين دبلوماسيين رجال دولة، هم دول اللي بيتكلموا. احنا خطبنا الشعبي، احنا فاهمين انه مصر مستهدفة مش من تركيا بس، مصر مستهدفة من تركيا ومن إسرائيل ومن أمريكا، وبالتالي هذا الفهم هو اللي بيجعلنا نقبل وندعم أي استعداد حقيقي يدافع عن الوطن المصري بكل حدوده، سواء في ليبيا أو في فلسطين أو في السودان. الحدود بالمعنى الواسع، حدود بالمعنى الكبير، حدود بالمعنى اللي إحنا مؤمنين به. دي نقابة المحامين وتاريخ نقابة المحامين وجغرافيا نقابة المحامين، أنها ضد أمريكا وضد إسرائيل والآن ضد تركيا، فلتسقط أمريكا ولتسقط إسرائيل ولتسقط تركيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.